في سورة الداهر نقرأ في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندما آثروا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء يعني قبال، عوض مادي، ولا حتى شكور يعني كلمة تشكر. لا، الفقير المسكين اليتيم يأتي ويأخذ هذا الطعام حتى لا نتوقع كلمة الشكر. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض العلماء لهم كلام لطيف في هذه الآية، يقولون إن هذه الآية لم تكن قول أهل البيت، يعني أهل البيت ما قالوا هذه الكلمات لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما كان كلام، لأن هو هذا الكلام فيه نوع، ربما فيه نوع من المن، يعني تعطي للفقير مال تقول أنا ما أريد منك جزاء ولا شكور. ربما بهذا المقدار يكون فيه نوع من المن. هذه نيتهم وهذا باطنهم وهذا فكرهم، الله سبحانه وتعالى أظهره أن هذا كان واقعهم، هذه كانت نيتهم: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا كان منطق نوح. راجعوا سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا كان منطق لوط، هذا كان منطق شعيب، هذا كان منطق صالح، هذا كان منطق هود، هذا كان منطق جميع أنبياء الله، أنه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.